بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فرحان عطية، إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن درس جديد من دروس الفناتكس الصوتيات. درس النهاردة إن شاء الله من البيور فاول، الأصوات المتحركة اللي هي الصافية، مش اللي هي الديفسونجز اللي هي المختلطة، حرفين متحركين مع بعض، حرف متحرك واحد. النهاردة هنتكلم على أ و أو. The vowel أ is a back. في الشرط بتاع الحروف المتحركة أ is the vowel with the tongue a back vowel. With the tongue اللسان بيكون in the half and the half. المنتصف اللي هو الأوبن. The vowel أ is a back أيضا برضو. Vowel with the tongue between اللسان بيكون بين between the half open and of close. The lips for the vowels O is and U is rounded. The vowel O is A is vowel O is high, بيكون مرتفع in the mouth في اللسان عن أ. يعني هو احنا نقدر نقربها شوية، نقول ان ال O زي short O زي كلمة dog bot، و O زي long O زي مثلا ال O بعدها U R، بس مش قاعدة ثابتة يعني، أوقات بتختلف. تتنطق أوه زي كارد، زي سوب منشار، فوك شوك. نحن الحين نرضى على الكلمات دي كده زي ادفنشر، ستوب، امبيسبل، وبكده النهارده ان شاء الله نكون خلصنا درسنا. متنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.